تستصعبون شيء منها. هذا الكتاب وهو يعتبر عن الآن أضخم كتاب عندنا، تقريبا ألفه الشيخ، وهو أيضا هو نتاج محاضرات كان يلقيها الشيخ وفقه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخلق عموما. فاجتمع عنده عدد كبير من المحاضرات، قاموا الإخوة في مجموعة الزاد المكتب العلمي ونسقوا بينها وهذبوا وزادوا وعرض على الشيخ ونقحوا ووثقوا وخرجوا الأحاديث في مثل هذا الكتاب العظيم الذي سموه أو سمي كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كيف عاملهم، يعني كيف عامل وسلم أصناف الناس، وهذا حقيقة قدرة عالية. النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل زوجاته، شوف طبعا هنا علامة الاستفهام هي للسؤال كيف عاملهم، والعلامة نفسها فيها أنواع الذين عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته، أولاده، قرابته، أهل المصائب، المنافقين، ذوي العاهات، جيرانه، فلان فلان. نعم. وهكذا أنواع وطوائف. طبعا طريقتهم في هذا الكتاب أنه يأتي إلى ذكر مثلا الطائفة زوجاته، ثم يبدأ يقسم كيف عمل كذا كذا كذا، سواء الأشياء العملية أو القلبية أو نحو ذلك صلى الله عليه وسلم. طبعا من الأشياء التي فعلوها في هذا الكتاب أنهم ختموا كل مبحث بأبيات جامعة لما ذكر، يعني أنا ما أدري من الشيخ، أنا ما أعرف أنه شاعر، يعني ما أدري جابوا من، ممكن جابوا صاحب الحفل، فجعلوا كل مبحث في آخره أبيات تختصر كل ما ذكر، يعني كمن أراد أن يحفظ، يعني مثلا هذا شوف هذا في الأخير، هذه أبيات اختصار للمبحث السابق طبعا. جميل. أيضا ننوه أن هناك نسخة باللغة الإنجليزية لهذا الكتاب، كتاب كيف عاملهم. نعم، هناك نسخة ترجمة حرفية لهذا الكتاب للمسلمين، وهناك ترجمة أيضا أخرى لغير المسلمين فيها اختصار شديد لتقرب لهم المعلومات.